السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم بعد الفاصل، وكنا قد تحدثنا عن تلك النتائج التي ترتبت على مناظرة حدثت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين النمرود. وصلنا إلى هذه النتيجة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام اتخذ قرار بالهجرة والخروج من بلاد العراق إلى بلاد الشام. طيب السؤال هنا، كم عدد الذين آمنوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام؟ يعني لما تيجي تسترجع مثلا وتقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لما قرروا قتله صلى الله عليه وسلم، عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا عدد كثير، اللي هاجر جهرا زي سيدنا عمر بن الخطاب، واللي هاجر سرا زي كثير من الصحابة، ووصل هناك بقى أصبح في مجتمع المهاجرين ومجتمع الأنصار. لكن تخيل معايا أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو خارج معاه كام؟ خارج معاه مين؟ القرآن الكريم يقول كده: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فخرج سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي آمن به ابن أخوه سيدنا لوط عليه السلام، اللي هنا بدأ يظهر اسمه على مسرح الأحداث. فظهر سيدنا لوط عليه السلام وهو ينتمي إلى عائلة سيدنا إبراهيم، هو ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام. وبعدين خرج وخرجت معاه بنت عمه اللي هي السيدة سارة، وقيل إنه تزوجها بعد ذلك أو إنه مر عليها، لكن هي ابنة عمه، يعني عنده بنت عمه وابن أخوه. بنت عمه السيدة سارة اللي هي تزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهي آمنت به. وعندنا ابن أخوه سيدنا لوط عليه السلام وهو نبي مرسل من عند الله تعالى. دول اللي آمنوا بسيدنا إبراهيم وخرج بهم من العراق قاصدا بلاد الشام. وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى بلاد الشام، وهناك وجد إنه بلاد الشام في ذلك الوقت كانت بلاد مجاعة، فقرر إن هو يبدأ ينتشر في الأرض ويذهب حتى وصل إلى مصر. لكن قبل كده خلينا نشوف النتائج، نكمل النتائج التي ترتبت على هذه المناظرة. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. دي نتيجة من هذه النتائج، أن الله سبحانه وتعالى جعل له ذرية بعد ذلك. إسحاق، سيدنا إسحاق عليه السلام بخاصة رتب هذا الأمر على أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه في ولده إسماعيل. لحد الوقت ما فيش سيدنا إسماعيل، إنما سيدنا إبراهيم عليه السلام خرج من أرض العراق ومعه زوجته السيدة سارة، وفي هذا الوقت ما فيش إنجاب معهم، وبالتالي ما فيش أولاد، ما فيش سيدنا إسماعيل ولا سيدنا إسحاق. فرزق بإسماعيل وبعدين إسحاق ويعقوب، ورزقه الله سبحانه، سيدنا يعقوب ده ابن سيدنا إسحاق، ورزقه الله سبحانه وتعالى هذه الذرية التي كان على رأس أحفاد سيدنا إبراهيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة اللي بعد كده قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، درس مهم، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشرف العظيم في أبناء سيدنا إبراهيم، اللي هو النبوة ستبقى في نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام. أي نبي جه من بعد كده هو واحد من أبناء سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أنجب ولدين، سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. سيدنا إسماعيل ما جاش من نسله غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد في النبوة. وسيدنا إسحاق كل الأنبياء اللي جم من بعد كده من نسل سيدنا إسحاق، بدءا بسيدنا يعقوب وبعدين سيدنا يوسف وبعدين سيدنا موسى وسيدنا وكل أنبياء بني إسرائيل لحد ما وصلنا إلى سيدنا عيسى عليه السلام، وبعدين جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا كده أن الله سبحانه وتعالى شرف سيدنا إبراهيم بسبب ما بذله من جهد في الدعوة بعدد من الأمم، منها أن الله سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يحتسب، رغم كبر السن لا هنرزقك بأولاد. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فالنبوة كل الأنبياء جاءوا من نسله، والكتاب الكتب السماوية أصبحت منزلة على أبنائه. الزابور منزل على سيدنا داود عليه السلام، التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، الإنجيل على سيدنا عيسى، القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل دول من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهو شرف ما بعده شرف. قال الله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا. وده يدينا درس مهم، إنه صلاح الآباء ينفع الأبناء، إنه ربنا سبحانه وتعالى شرف الذرية لفعل سيدنا إبراهيم وشرفه بأفعالهم بعد ذلك.
ثم قال الله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل الثواب لسيدنا إبراهيم في الدنيا قبل الآخرة. يعني من نعم الله تعالى عليك أن ترى ثوابك في الدنيا قبل أن تراه يوم القيامة، فده فضل من الله سبحانه وتعالى أنه رأى الثواب في الدنيا ورأى ثوابا مدخرا له يوم القيامة. حتى قال الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أعطيناه إسحاق وبعدين ومن وراء إسحاق يعقوب، فجاء يعقوب عليه السلام نافلة زيادة من الله سبحانه وتعالى وبشر به في حياته. قال: وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. جي سيدنا إبراهيم عليه السلام لأنه أرض الشام أرض مجاعات فنزح إلى مصر، لكن حاكم مصر في ذلك الوقت اسمع اسمه كده عشان بس تبقى عارف، اسمه سنان ابن علوان ابن عويج ابن عملاق ابن لاود ابن سام ابن نوح. هذا الحاكم كانت عنده يعني إشكالية نسميها كده نوع من المرض، إنه كان يحب النساء الحسناوات، وبعدين يفرح جدا لما يظفر بامرأة مش امرأة يعني مش امرأة إلا إذا كان يعني امرأة متزوجة، لو إن هو ظفر بامرأة متزوجة يتلذذ بأنه ينزعها من زوجها. هذا الرجل أخبروه بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام دخل أرض مصر، ثم دخلت معه امرأة حسناء هي من أجمل النساء، إيه اللي هيحصل معاها وإيه اللي هيعمله الملك علشان